إبراهيم عرفات مزوار اللاعب السابق في صفوف شباب بلوزداد معنا عبر خدمة الهاتف. إبراهيم عرفات مزوار أهلا وسهلا بك معنا على قناة الشروق الإخبارية. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلم على ضيوفك الكرام وعلى مرحبا الشروق. مرحبا بك مزوار معنا. شباب بلوزداد يقتطع تأشيرة التأهل إلى النهائي، لكننا نتحدث عن المدرب نبيل الكوكي ولسنا نتحدث عن النهائي، لأنه الأمر أصبح يعني عادة لفريق كبير كشباب بلوزداد يتأهل لنهائي كأس الجمهورية، يحافظ أيضا على لقب البطولة الوطنية. سألت قبل قليل حسين العرفي معنا في الأستوديو عن يعني لمسة نبيل الكوكي، هل جلب الجديد لشباب بلوزداد؟ هل يعني وضع طريقة لعب معينة؟ ما هو المشكل بين نبيل الكوكي وبين المدرب كارلوس باكيتا البرازيلي الذي مر على فريق شباب بلوزداد، ويقال بأنه كان يعني يطبق طريقة لعب جميلة؟ خلينا يعني نعرف رأي لاعب سابق قدم الكثير لألوان فريق شباب بلوزداد وهو إبراهيم عرفات مزوار. شوف، في البداية نقول لك نقول لك باللي صح تكلمت على المدرب الكوكي، ولكن انا كي بعد خممت فكرت باللي انا في نهايه الموسم ما نقري الشباب الوزداد تراجع المستوى تاعها. قبل كان يلعب كره جميله وكنا نطبق كره في المستوى. انا نظن باللي اللي وصلنا هذا النهائي وانا الفرنسي في الشامبيون، نظن باللي كاين وسط تاع ليكيب، كاين واحد 7 أو 8 راهم لاعبين بزاف كيف كيف ستابيليتي دي جوار دي لاخر، كاين كيما بوشار الكداد، كاين بالخير، كاين بالخيطر، كاين ميريزيد، كاين بزاف جوار ملاعبين بعضهم بعض متوالفين، ولهذا خلى الفريق توجو يلعب على الادوار الاولى. ولكن خممنا باللي يكون لو كان يطيل الرئيس الفريق يطيل الكوكي ما عندناش بديل في هذا الوقت، هذا صعب تجيب مدرب يعاود لك من جديد وحنا رانا في النهائي كاس الجزائر. خليني اطرح عليك سؤال مباشر مزوار عرفات، هل تقيم موسم نبيل الكوكي مع شباب بلوزداد بانه ناجح؟ انا في الحقيقه كيش على الورق، على الورق شي تشوف الفريق، الفريق في المرتبه الاولى ونهائي كاس الجزائر، ولكن حنا الاوبجيكتيف نتاعنا حنا ماشي هذا هو المهم، حنا المهم كاس افريقيا اللي كانت كنا قادرين نروحوا النهائي. وشفنا احنا الوداد البيضاوي اللي فاز على سان داونز، والوداد البيضاوي انهزم مع شبيبة القبائل اللي راها محتله المرتبه الاخيره في شؤون البطوله الوطنيه تاعنا. ولهذا تغيبك كاس افريقيا كل عام نلعبوا عليها وما نجيبوش، علاش ما كنا مضمون كنا نخلوا لا ستابيليتي؟ كاين دي جوار اللي كانوا كما قلت لك قبل، ولكن كنا نخلو المدرب اللي راح. انا كنت ضد الذهاب للمدرب باكيتا، كان كنا نطبق كره جميله، كان الفريق كان وجبنا عوجبنا نبيل الكوكي. انا ما كنتش ما نكذبش عليك، انا ماشي متفائل مع كاع الموسم هذا، مانيش متفائل بالمدرب. ولكن بعد قلت لك غير من بعد تكلمت انا والرئيس الفريق قال لي ما عندناش حلول، احنا هذا المشكل دارته الاداره السابقه. نعم. مزوار، حتى عقد المدرب نبيل الكوكي مع شباب بلوزداد يعني يقول بأنه البقاء للمدرب مع الفريق يعني بشرط الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهذا ما لم يتحقق، بالإضافة إلى الإبقاء على لقب الدوري الجزائري في خزائن الإدارة، وهذا ما هو في طريق التحقق. لهذا الإدارة لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقيل المدرب نبيل الكوكي. شباب بلوزداد في النهائي، نهائي كأس الجزائر مزوار أمام فريق أولمبي أشلف، كفى ترى هذه المواجهة هي 90 دقيقة مباراة كأس وكل الاحتمالات واردة فيها، أليس كذلك؟ أنا لعبت نهائي مع اتحاد العاصمة 2003، يقول لك كأس الجزائر هي اللي تختار شكون يكون في النهائي، ولكن احنا رانا في النهائي مع فريق متواضع، فريق لاباس به، شفناها في الدمي فينال مع الثورة فازوا 3-1. ولكن كأس الجزائر على بالك بلي فيها مقابله واحده 90 دقيقه، ما فيهاش فريق كبير ولا فريق صغير ولا فريق يحتل المرتبه الاولى ولا الرابعه ولا الخامسه.
فيها اللي يكون مركز ويكون واجد ويكون يكون في المستوى في هذاك المقابله. نظن باللي فريق نظن باللي المقابله تل تفوز ماشي تلعبها. على الورق من ترشح عرفات؟ لا انا نصح دائما الشباب الوزداد بدون مجامله، مش ماليش نجامل الفريق تاعي، ولكن احنا كي نكونوا في النهائي نظن باللي خسرنا زوج نهائي في 62 حتى اليوم خسرنا زوج نهائي، نظن باللي النهائيات كاع فزنا بهم، وحنا ان شاء الله نكونوا احنا نكونوا نتوجوا بالكاس ان شاء الله الجزائر. عندما نتحدث عن نبيل الكوكي من جهه فريق شباب الوزداد، هناك مدرب اخر محنك من الناحيه التكتيكيه يقرا المنافس جيدا وهو عبد القادر عمراني مدرب فريق اولمبي شلف، اكيد المعركه التكتيكيه ستكون كبيره بين المدربين، ليس كذلك؟ المعركه التكتيكيه بين المدربين، وما تنساش باللي ثاني كاين المعركه التكتيكيه بين اللاعبين، لا كاليتي تكنيك دي جوار الفاليو دي جوار، من بدون ما نطيح من قسم من المنافس اولمبي شلف، نظن باللي الفريق شباب الوزداد عنده خبره، لا عنده خبره في افريقيا وخبره في البطوله الوطنيه تاعنا، وعندنا عندنا عندنا سلاح اللي نقابلوا به، عندنا فريق في المستوى، عندنا لاعبين، عندنا احتياط، كي تشوف الاحتياط كاين، عندنا فريقين. نظن باللي نعاود نقول لك باللي يكون مركز ويكون في 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 هذاك النهار يكون في نهارو كأس الجزائر، قلت لك تفوز بها، تقدر ما تلعبش وتفوز، وتقدر تلعب وما تفوز، هذا هو المشكل. ان شاء الله احنا نتمنى ان شاء الله شباب الوزداد هو اللي يفوز، الفريق هو اللي يفوز ان شاء الله في النهائي ان شاء الله. إبراهيم عرفات مزوار كنت معنا عبر خدمة الهاتف، شكرا جزيلا. يعطيكم الصحة، بارك الله فيك. شكرا. تفضل.